قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مخبت منكسر لله في عبادة عايش المعنى معنى النصائم. اسمع قول جابر بن عبد الله: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره، لا يجعلهما سواء. أقول تاني؟ طب ادفع كده. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا كان يوم صوم أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره. ما يبقاش رمضان زي غيره، ما يبقاش اليوم اللي انت صايم فيه زي اللي انت مش صايم فيه، لا تجعلهما سواء. يبقى يوم الصيام يبان عليك ان انت صايم، يبقى شكلك كده راجل صايم يبان عليك ان تعيش صيام اليوم ليصم سمعك، خلاص ما يسمعش حاجة حرام، وبصرك عينك ما تبصش لحاجة حرام، لسانك بطل كلام شوية. اللهم قنا شر ألسنتنا، اللهم قنا شر أعيننا، اللهم قنا شر أسماعنا. نعم إخوتي، إنك بحاجة إلى أن تعيش هذا المعنى. وبعض الناس بيفكروا أن رمضان هو النهار بس، ساعة ما يفطر فقد حلت له الموبقات، على طول يفطر على سجارة، ويفتح التلفزيون دور بقى على حاجة فيها واحدة حلوة. سبحان الله يا بني، ليل رمضان أفضل من أيامه. العلماء لما يقارنوا أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان؟ يقولوا العشر الأول من ذي الحجة أيامها أفضل، والعشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل. ليالي رمضان دي اللي بتضيع النهارده في أكل وشرب. بعض الناس ساعة ما يأذن المغرب يفضل يأكل لحد الفجر ما يطلع. يا ابني لا، ليه رمضان مش عشان كده؟ ده معاش رمضان. الذي يريد أن يعيش رمضان يبقى ليه رمضان قيام، وليه رمضان ونهار رمضان صيام. النهار صيام والليل قيام، هو ده رمضان. الليل خيام، الليل ده الليل حين يخلو كل حبيب في الليل. أسرار الليل أما تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى تتقرب وتتودد إليه. الليل، ليالي رمضان هذه ليالي مباركة، تحتاج أن تتقرب إلى الله زلفى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. تبقى تاكل وتشرب من الآيات ومن الذكر ومن الدعاء ومن البكاء ومن التقرب إلى الله. نعم إخوتي، الليل ليالي رمضان لا تضيعها بالغفلة، ولكن تقرب لربك. أخي، إذا أردت أن تعيش رمضان عيش المعنى، عيش المعنى فكريا، التصور الذهني، لأن حياتك صارت رمضان. رمضان فترة تدريب جعلها الله جل جلاله لكي يربي الأمة، لكي يربي الناس، لكي يربي المسلمين على معنى أن تكون الحياة لله. فترة تدريب لكي نتعلم التقوى. إذا عشت هذا المعنى
عشت رمضان، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود يا، منا الرجاء ومنك العفو والجود.